مطورين ألعاب الفيديو بيكون هدفهم دائماً إن اللعبة اللي شغالين عليها تكون ممتعة وناجحة، وإذا حققوا هذا الهدف وانتهوا من تطوير لعبتهم وكان لسه عندهم وقت زيادة على موعد نزول اللعبة، فبيستغلوا هذا الوقت دائماً عشان يحطوا أشياء وألغاز مخفية في ألعابهم، نفس سلاح سري، غرفة مخفية وأشياء ثانية كثير. بس بعض المطورين عندهم حس فكاهي زيادة عن اللزوم واستغلوا هذا الوقت عشان يضيفوا مقالب في ألعابهم. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب مقلبت اللاعبين بطرق جدا مضحكة. فيلا خلنا نبدأ. قبل لنبدأ بس حاب أعلن عن الفائز على $500 واللي كان على آخر فيديوهين توب 10، والفائز معنا هو يوسف مصطفى، إن شاء الله ألف مبروك. والجيفوي على هذا الفيديو أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليها كل عليك تسويه إدعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية Tomorrow Unlocked، لا تتخطى هذا الإعلان لأنه صدقني رح يهمك. أنا سويت عدة فيديوهات في قناتي عن الغشاشين والهاكرز في الألعاب، وأغلبكم يحب هالفيديوهات لأنها كانت تجيب دعم جدا عالي. فإذا كنت تحب هالفيديوهات فلازم تشيك قناة Tomorrow Unlocked على اليوتيوب. القناة مختصة في التكنولوجيا والألعاب والهاكرز وأشياء ثانية كثير. في حلقة عن شخص بيصنع الهاكرز. I spent 20 years of my life hacking online video games. When you're inside the game, you have to play by the game company's rule. And I was able to come in and show that you can bypass those rules. في حلقة ثانية عن أطفال تهكروا في لعبة روبلوكس. One time I got hacked. Remember like how I got hacked. Why are people literally stealing from children? في حلقات ثانية كثير. الحلقات في الإنجليزي بس كلها مترجمة للعربي. فشيكوا قناتهم، الرابط موجود بالوصف ورح تلاقوا فيها الفيديوهات وتأكدوا إنكم تشتركوا فيها. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. طيب خلينا نبدا بالمرتبه 10 من الالعاب اللي مقلبت اللاعبين مع لعبه Dead Rising 3. سلسله العاب Dead Rising تعتبر من اشهر العاب الزومبيز على الاكس بوكس. اللعبه بنظام السنجل بلاير او التختيم، وقصه اللعبه ان انتشر وباء يحول الناس الى زومبيز، وبتلعب بشخصيه بيقاتل الزومبي وهدفه انه يهرب من المدينه مع مجموعه من الناجين. بس اللعبه كان فيها عده نهايات، يعني في اللعبه راح تواجه عدة مواقف لازم تختار اختيارات صعبة فيها، وعلى حسب اختياراتك راح تجيك نهاية للعبة. المهم على نهاية اللعبة بتلاقي طيارة وبيكون الهدف انك تصلحها وتهرب انت والناس اللي معاك برا المدينة فيها. بس اول ما تصلحها اللعبة راح تعطيك خيار اسمه Screw Everyone Time to Leave، او بالعربي اللعنة على الجميع حان وقت المغادرة. وهذا الخيار معناه انك تهرب في الطيارة من المدينة لوحدك وتخلي الناس اللي معاك يموتوا من الزومبي لوحدهم. ولو اخترت هذا الخيار فهذا الشيء اللي راح يصير. Later, bitches. It's every man for himself. Hey. Hey guys. You really are a prick. Can't believe you'd let your family down. Hey. And to think I kind of liked you. Eddie, wait. See you later, scumbag. Wait a second. I was just having a little fun. I'm sorry, you guys. إيه لو اخترت هذا الخيار المجموعة اللي معاك راح يمسكوك وياخدوا الطيارة لوحدهم ويخلوك في المدينة، وهذه حرفيا نهاية اللعبة، خلاص ما تقدر تغير أي شيء. تخيل بعد عشرات الساعات من اللعب تجيك هذه النهاية السيئة فقط لأنك كنت أناني. في المرتبة 9 عنا لعبة Call of Duty Black Ops 2، وبالتحديد طور الزومبيز. الآن طور الزومبيز في Call of Duty يعتبر مخيف نوعا ما، بس ما هو مخيف جدا، يعني اللعبة ما تعتبر رعب. هذا الكلام صحيح على معظم خرائط الزومبي باستثناء خريطة واحدة، واللي هي خريطة اسمها Mob of the Dead أو بالعربي حشود الموتى. هذه من جد كانت خريطة زومبي مخيفة، ومعظم اللاعبين كانوا يخافوا يلعبوها. أجواء وموسيقى المكان مخيفة، بتلاقي دم وجسس موتى معلقة في كل مكان، وفي كلاب شيطانية، فيعني أجواء مخيفة وكئيبة جدا. بس لو طلعت على سطح الخريطة رح تلاقي من بعيد في ألعاب نارية بألوان جميلة وبراقة، بتحسها خارج أجواء المكان وبتعطيك شوية أمل في هذه الخريطة الكئيبة. المهم لو قررت أنك تشتري سنايبر وتعمل زوم على الألعاب النارية عشان تشوفها بوضوح، فهذا اللي رح يصير. Hey
أنا آسف على كل واحد ارتعب. مطورين اللعبة بيعرفوا إنه الألعاب النارية شكلها غريب وبيعرفوا إن اللاعبين رح يشتروا سنايبر عشان يشوفوها عن قرب وقرروا إنهم يرعبوهم جميعا. في المرتبة الثامنة عنا لعبة Goat Simulator 3 أو محاكي المعزة. أظن معظمكم بيعرف اللعبة، بس اللي ما بيعرفها فهي بكل بساطة تلعب بخروف أو معزة بعالم مفتوح وفي عدة مهمات وأشياء تقدر تسويها بهذه المعزة، وهذه تعتبر من أكثر الألعاب اللي فيها ألغاز في التاريخ. في لغز إن المعزة بيتم خطفها من الفضائيين، وفي لغز إن حوت بيبلع المعزة، ولغز ثاني للعبة ماينكرافت وكرتون ذا سيمسون وسلاحف النينجا وعشرات الألغاز الثانية اللي موجودة في هاللعبة. بس أحد أفضل الألغاز، لو رحت على وسط المدينة في اللعبة راح تلاقي عدة لوحات إعلانية لأفلام وشركات مزيفة، نفس إعلان فيلم خاص بالمعزة جاي على بيتفليكس واللي قصدهم فيها نتفليكس، وبوستر لفيلم الكرتون المشهور فايندينج نيمو بس هنا اسمه ستيف، وبوسترات مزيفة لأفلام الأبطال الخارقين من مارفل. طيب وين المقلب في الموضوع؟ المقلب إنك رح تلاقي بوستر لفيلم الأكشن المشهور فاست أند فيريوس بس اسم الفيلم رح يكون Alt+F4، وهذه أزرار موجودة على الكيبورد بس إياك إنك تضغطها، لأنك لو ضغطها فأي شيء فاتحة رح يسكر على طول في الكمبيوتر. Open up the command console with Alt+F4. I'm so dumb! Yo, Ben, don't Alt+F4 close your app? No. فتخيلوا عدد اللاعبين اللي كانوا يلعبوا اللعبة وشافوا بوستر الفيلم وضغطوا هذه الأزرار وقفلت عليهم اللعبة بالكامل، ولو ما كانوا مسوين سيف قريب فكل شيء لعبوه راح عليهم. هذا مقلب وسخ من مطورين اللعبة بكل صراحة. في المرتبة السابعة عنا اللعبة المعروفة بوردرلاند. لعبة بوردرلاند تعتبر لعبة شوتر في عالم مفتوح وفي عدة وحوش وأعداء تقاتلهم بهالعالم، وكل ما تتقدم في اللعبة بيطلع لك أسلحة جديدة تقدر تستعملها، واللعبة فيها عدة أسلحة فوق 1000 سلاح على الأقل. واللي ما بيعرف لعبة بوردرلاند فهي لعبة كوميدية، يعني أجواء وقصة اللعبة مضحكة ما تعتبر جدية نفس ألعاب الشوتر الثانية، فعشان كذا رح تلاقي فيه كثير أسلحة غريبة في اللعبة. مثلا عندك سلاح بيطلق همبرجر، مثل ما شايفين السلاح بيطلق همبرجرات على العدو حتى يذبحها. في سلاح ثاني لما يخلص الطلق ترميه على الأرض والسلاح بيطلع على رجلين وبيهرب، وفي سنايبر بيتكلم وبيحسسك بالذنب كل ما تقتل حد. بس في سلاح اسمه The Bane بيطلع لك بمنتصف اللعبة تقريبا، وهذا السلاح جدا قوي ويعتبر من أقوى الأسلحة الموجودة في اللعبة وتقدر تقتل فيه أي وحش بكل سهولة. بس في مشكلة واحدة واللي هي صوت طلق السلاح واحد قاعد يصرخ. إيه مع كل طلقة راح تسمع صوت هذا الصريخ، ولو سويت نفسك ذكي ودخلت على إعدادات اللعبة وخفضت صوت الأسلحة أو شلته بالكامل فهذا الشيء ما راح يفيد، صوت الصريخ راح يضل موجود. فإذا ودك تستعمل هذا السلاح القوي استحمل صوت الصريخ في إذنك طول الوقت. في المرتبة السادسة عنا مقلب مستفز من لعبة هيلث بليد. لعبة هيلث بليد تعتبر لعبة أكشن ورعب بنفس الوقت، وقصة اللعبة إن في وحدة بيموت حبيبها فبتستعمل السحر والشعوذة وبتدخل بالعوالم الخفية عشان ترجع حبيبها من الموت، وباللعبة بتروح إلى أماكن مخيفة وبتقاتل وحوش وشياطين وفي كثير أشياء. بس في أحد المراحل في اللعبة في وحش راح يقتل الشخصية عن طريق زرع السم في يدها. السم لونه أسود بيبدأ في الإيد وبيوصل إلى رأس الشخصية وبتموت، وبيطلع هذا حلم وشخصيتك فعليا ما مات بس بتشوف إنه فعلا صار في على يدها سم لونه أسود، واللعبة بتحكي لك إذا السم وصل على رأسها فمهمتها رح تنتهي، وبكتبوا أيضا كل شيء لعبته رح ينحذف، وكل مرة رح تموت فيها أثناء لعبك للعبة رح تلاقي إنه السم قاعد ينتشر ويقرب على رأسها. فاللاعبين فهموا إنه عندهم عدد معين من الموتات، لو تجاوزوا هذا العدد والسم وصل إلى رأسها فكل شيء لعبوه رح ينحذف ورح يضطروا يعيدوا اللعبة من البداية. فكانوا الناس عم يلعبوها بضغط جدا كبير،
تخيل توصل قريب النهاية وتموت والسم يوصل إلى رأسها وتضطر تعيد اللعبة من البداية. بس طلع هذا الكلام كله مقلب. اللاعبين انتبهوا إن كل ما يموتوا السم قاعد ينتشر ويقرب على رأسها مرة بس ما رح يوصل أبدا مهما مت. ومطورين اللعبة قالوا بعدين إنه عملوا هالحركة لنودهم الناس يلعبوا اللعبة بتركيز أكثر. آلاف الناس لعبوا اللعبة وأعصابهم مشدودة على الفاضي. في المرتبة الخامسة نحن كلاعبين نلعب ألعاب الفيديو عشان نستمتع، سواء ألعاب الأونلاين اللي بيكون فيها أكشن وسرعة ومنافسة عالية، أو ألعاب التختيم اللي يكون فيها قصة وجيم بلاي ممتع. بس المعروف إن ألعاب القصة ما بيكون فيها نفس إدمان ألعاب الأونلاين، لأن ألعاب الأونلاين تلعب مع أصحابك ودائما فيها منافسة وحماس كبير. فعشان كذا ألعاب التختيم دائما بيكون فيها أشياء جانبية تقدر تسويها غير القصة الأساسية عشان اللاعب يكون دائما مشغول ومندمج في اللعبة. والأشياء الجانبية تكون يا أما مهمة فرعية أو أشياء تجمعها ودائما اللعبة بتكافئك بس تسويها، يا أما بتاخد فلوس في اللعبة أو درع أو سلاح قوي أو أي شيء ثاني. بس بلعبة Assassin's Creed الأولى الأصلية بيكون عندك مهمة جانبية إنك تجمع أعلام، وما هم علم أو علمين أو 10 أو 100، لا، فوق 400 علم منتشرين في خريطة اللعبة لازم تجمعهم كلهم عشان تخلص أحد المهمات الجانبية. طيب وين المقلب بالموضوع؟ المقلب إن بس تجمع 400 علم ما رح تاخد أي شيء، حرفيا اللعبة ما رح تعطيك أي شيء ولا حتى رسالة صغيرة اللعبة تقلك فيها كفو جمعت الأعلام، لا ما في أي شيء. في كثير مهمات جانبية في الألعاب ما تعطيك شيء في اللعبة، بس على الأقل تعطيك تروفي على حسابك على البلاي ستيشن، بينما هنا اللعبة ما بتعطيك حتى تروفي، وتجميع الأعلام رح ياخد معاك ساعات من اللعب. ومطور اللعبة قال بعدين انه هذا مقلب، وكان وده يثبت انه اللاعبين رح يسووا اي شيء بينطلب منهم في اللعبة. في المرتبة الرابعة عنا مقلب جدا رهيب من لعبة باتمان أركام أسايلم، واللعبة تعتبر من افضل العاب الابطال الخارقين على الاطلاق. وفي اللعبة رح تواجه الكثير من اعداء باتمان، نفس الجوكر، هارلي كوين، تو فيس، واعداء ثانية كثير. وبعد ما تلعب عشرات الساعات وتقرب على نهاية اللعبة رح تواجه عدو اسمه سكيركرو، وانت وقاعد جهز نفسك عشان تقاتله اللعبة رح يصير فيها مشاكل ورح تصير تعلق، واخر شيء رح تفصل عليك اللعبة. وبس ترجع تشغلها رح تشوف ان كل شيء لعبته انمسح واللعبة عادت من البداية. رح تشوف المقدمة اللي بتطلع لك اول ما تلعب اللعبة لاول مرة، ولازم تعيد اللعبة من البداية وتلعب المهمة الاولى. لو دخلت على المهمة الاولى رح تشوف ان اللعبة لسه موجودة وما في ولا شيء انمسح، وباتمان مقيد ومسجون من الشرير سكيركرو. اللي ما بيعرف، الشرير سكيركرو بقصص باتمان بيرمي على اعدائه غاز، وهذا الغاز بيخليهم يهلوسوا ويخافوا منه. فهذا المقصد من المقلب، ان سكيركرو رمى عليك غاز الهلوسة، بس بدل ما تشوف باتمان قاعد يهلوس ويخاف، لا، اللعبة خلتك انت تخاف وخلتك تفكر ان تخزينتك انمسحت. في المرتبة الثالثة عنا مقلب مضحك من لعبة هاي اون لايف. هذه اللعبة جدا كوميدية ومضحكة، وقصة اللعبة بكل بساطة ان في غزو فضائي اجى على الارض، واثناء القتال مع الفضائيين بيموت واحد منهم وبتاخد سلاحه، والسلاح بيطلع كائن حي وبيقعد يتكلم معاك ويقول لك ايش لازم تسوي عشان تقضي على الفضائيين. Kill us? Do you really not know what button to press? Just keep hitting buttons. All of them. One of them's gonna make me shoot. Is this your first f***ing game? I'm a gun. Shoot me. What the f***? You just paused the game. Are you an idiot? And what f***ing game is the pause button shoot? طيب وين المقلب في اللعبة؟ وانت قاعد تتمشى في عالم اللعبة رح يطلب منك احد الاشخاص انك تقعد عند دراجته وتحرسها على بين ما هو يرجع. Would you mind watching my bike for just a minute? Just keep an eye on it. I'll be right back. Okay, sure. Thank you so much. وبس تحرس الدراجة ما رح يصير اي شيء، فقط تستناه على بين لا يرجع. بس لو شلت عينك عن الدراجة لثانية واحدة فالدراجة رح تختفي وراح يرجع صاحبها ويقعد يسبك. Where's my bike?
I asked you to watch my bike and you just let someone take it? Where'd it go? That was an expensive bike. Oh my God, I swear to God it was right here just a second ago. We were right here. My mommy gave me that bike after my daddy yelled at me. It means a lot to me. لاو بيقعد يحسسك بالذنب انه هذه هدية من امه. هذا من اكثر المقالب المضحكة بكل صراحة. في المرتبة الثانية عندنا مقلب بلعبة Far Cry 6. اظن معظمكم بيعرف سلسلة العاب Far Cry من شركة Ubisoft، واللي هي لعبة اكشن شوتر تنزل كل سنتين تقريبا، واللعبة من فئة التختيم او القصة، يعني ما فيها اونلاين، لا تلعبها لوحدك. وقصص العاب Far Cry دائما بتتميز بالشرير، والبطل او الشخصية اللي تلعب فيه ما بيكون مهم وما حد بيعرفه اصلا، والشرير دائما بيكون رهيب. واخر جزء للعبة اللي هو Far Cry 6 الشرير اسمه أنتون كاستيلو، واللي هو رئيس على دولة وديكتاتور بيعذب وبيقتل شعبه. ودورك في اللعبة انك تنضم الى مجموعة ثوار ومقاتلين، وبيكون الهدف انكم توقفوه او تقتلوه للرئيس. طيب وين المقلب في الموضوع؟ لو بدأت في اللعبة ولعبتها وبعدين لسبب ما قررت انك توقفها او ما تكملها، فرح يوصلك رسالة على ايميلك الشخصي بالحقيقة من الشرير اللي في اللعبة اللي هو أنتون كاستيلو، وفي الايميل قاعد يشكرك لانك وقفت قتاله وتركته يحكم الدولة ويقتل الشعب على راحته، ورح ينهي كلامه ان الدولة في يد امينة. يعني اللعبة قاعدة تحسسك بالذنب عشان ترجع وتخلص اللعبة. غير كذا رح يكتبولك في الايميل كم ساعة لعبت فيها اللعبة، عشان مرة ثانية يخلوك تحس بالذنب انك دفعت $60 على هاللعبة وبالاخير لعبتها ساعتين او ثلاثة. ممكن حد يقول كيف عرفوا ايميلي الحقيقي؟ انت لما تلعب اي لعبة ليوبيسوفت لازم تسجل بحساب خاص فيهم وتحط ايميلك، ومعظم اللاعبين قالوا انه فعلا شعروا بالذنب ورجعوا وكملوا اللعبة بعد هذا الايميل. في المرتبة الاولى عنا اوسخ مقلب من لعبة فيديو راح تشوفوه في حياتكم، واللي هي لعبة لوز لوز او بالعربي خسارة خسارة. اللعبة موجودة على الكمبيوتر ومجانية، اي واحد يقدر يحملها ويلعبها بكل سهولة، ونظام اللعبة جدا بسيط وشبيه بألعاب الأركيد القديم، واللي هو بتتحكم بطيارة فضائية ولازم تقاتل وتدمر وحوش وطيارات ثانية، ومتأكد معظمكم لعب لعبة تشبهها قبل كذا. طيب ايش هو المقلب الوسخ من هذه اللعبة؟ المقلب هو ان كل وحش او شرير بتدمره في اللعبة هذا ملف من ملفات الكمبيوتر تبعك، ولما تدمره فرح يمسح هذا الملف من كمبيوترك بشكل نهائي. يعني مثلا دمرت السفينة الاولى رح يمسح الصور من كمبيوترك، دمرت السفينة الثانية رح يمسح برامج مهمة انت محملها، وهكذا كل ما تقتل اي وحش رح يمسح ملف بكمبيوترك، ولو قتلت كل وحوش ومسح كل الملفات فبالاخير رح يمسح ملف ويندوز 32، واللي هو مجرد ما تمسحه فالكمبيوتر رح يسكر والنظام كله رح ينمسح. انتبهوا اشد انتباه من انكم تحملوا او تلعبوا هذه اللعبة. الان بكل صراحة بس تحمل اللعبة وبس تفتحها رح تطلع لك رسالة تحذيرية تقلك انه كل وحش رح تقتله في هاللعبة رح يمسح شيء من كمبيوترك. فبعض الناس صاروا يحملوا هاللعبة على كمبيوترات اصحابهم او اللي حملها على كمبيوترات المدرسة عشان يمقلبوهم، وهذا اوسخ مقلب ممكن حد يسويه وما انصح اي واحد يستعمله. فأي يا شباب هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك وشيكوا على حساباتي على الإنستغرام والتيك توك موجودة فوق هنا، أنزل فيديوهات جيمينج قصيرة هناك. وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله. مع السلامة.